مساء الخير مشاهدينا، اهلا بيكم معانا في لقاء جديد، حلقه جديده واسره جديده من بيت العيله. لقينا ان احنا لازم نقرب من افرادها، نتعرف بيهم، نتعرف على دور كل واحد في المجتمع ايه، ونقدمهم ليكم. المجال مفتوح، الحوار ممتد، والاسر المصريه اللي بتساهم في بناء امجاد هذا الوطن لا تنتهي، فتابعونا. أسرتنا لهذه الحلقة تبدو للوهلة الأولى أسرة عادية جدا، فالأب هو الأستاذ محمد علي ويعمل مديرا بمطار القاهرة الدولي، أما الأم فهي الأستاذة أسماء أحمد أبو المجد وتعمل مدرسة بالمرحلة الإعدادية. غير أن أهم ما يميز أسرتنا لهذا اليوم هم أبناؤها علي وهمس. فهمس الطفلة الصغيرة والتي تسير في درب السنة الرابعة من عمرها، أما علي فهو الابن الأكبر ويتمتع بموهبة غنائية واضحة أدت لانضمامه لكورال الأوبرا في سن صغيرة. أسرة رأينا أن نقترب منها لنتعرف عليها أكثر ونتعرف على ما يؤرق بالهم من مشكلات وما يشغلهم من أفكار وما يدور بمخيلتهم من أمنية. برحب بيكم معانا في حلقة جديدة من بيت العيلة وأسرة جديدة كعادتنا دايما، الأسر اللي بنستضيفها أسر متميزة في أي مجال من مجالات حسب تخصص كل أسرة. الأسر اللي معانا النهاردة هي متميزة والصغيرين كمان فيهم مواهب كتير، متميزين في مجال الفني، في الغنى، في التمثيل. اسمحوا لي ان انا ابدا ان انا اعرفكم برب الاسره كالعاده، الاستاذ محمد علي وهو موظف بمطار القاهره الدولي. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. معانا الزوجه الاستاذه اسماء احمد مدرسه في المرحله الاعداديه، اهلا بيك. اهلا بحضرتك. ومعانا الاطفال، ابدا بالكبير علي. ازيك يا علي؟ الحمد لله. ومعانا كمان همس. ازيك يا همس؟ الحمد لله. دايما عندي سؤال ببدا بيه، اللي هو اول لقاء، اول تعارف بينكم قبل الارتباط يعني كان ازاي؟ وانا دايما طبعا بقى متاكده ان انتوا فاكرين مهما عدى السنين. طبعا هو في مرحله، انا كنت في مرحله الجامعه تمام، عادي بروح الجامعه كل يوم وكده، وبس في فتره بتيجي اللي هي فتره اللي انا بدور على النص الثاني بتاعي. كنت حاسس دايما ان ليا مواصفات خاصه معينه كده حاططها في دماغي، دايما بمشي ببص في وشوش الناس، يعني انا بدور على الجزء الثاني او النص اللي يكملني تمام، لحد ما قابلت. يعني انت كنت بدور على ارتباط على عروسه، انت في حاله بحث؟ لا مش مرحله بحث، انا بدور على انا النص اللي يكملني في مواصفات حاططها في دماغي. ايه هي كانت ايه هي المواصفات؟ يعني احس ان هي طبعا التدين، انا طبعا يعني اكيد هحكي لحضرتك اللي حصل، يعني احس ان هي مثلا في نوع من التدين، محجبه مثلا طبعا، مش هقول لك مش هتكون مثلا، تكون بس على 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 قدر برضو من الجمال تمام. ده طبعا لقيته في اسماء تمام، بس فحاولت محاولات مستميته ان انا طبعا اكلمها، كل المحاولات تقريبا كلها بقت بالفشل، لدرجة اللي انا بقيت كل يوم بقى انتظرها في نفس المكان اللي شفتها فيه اول مرة تمام، احاول اكلمها. شفتها فين اول مرة؟ شفتها عندنا في المهندسين، كنت انا بركب من هناك بروح الجامعة بتاعتي، وهي برضو كانت بتركب من نفس المكان تمام، فبقيت حتى هي كانت بتنزل بدري قوي، وانا ما كانش طبعي ان انا انزل بدري اساسا، يعني هي الصدفة البحتة هي اللي جمعتنا عشان ربنا يكرمنا ونكون الاسرة بتاعتنا. هي كانت بتنزل بدري قوي تمام عشان وانت من ساعتها وكل يوم بتنزل بدري على امل. قعدت كده في المحاولات دي قد ايه؟ قعدت سنه او اكتر. سنه او سنه تنزل بدري كل يوم. بحاول اكلمها بشتى الطرق يعني. طب بعد مرور قد ايه بدات بقى تتجاوب وبدات ترد على اول كلمه او يعني؟ مفيش، كلها محاولات مستميته، يعني لدرجه بقى اللي انا قررت اللي انا
هي مش هينفع تكلمني تمام، لدرجه ان انا بقيت اركب معاها نفس، سبت الجامعه بتاعتي طبعا على جنب، بقيت اركب معاها نفس المواصله عشان اشوف بتروح فين تمام. عرفت بتروح فين وقعدت يوم كامل استنيتها عشان اعرف هي ساكنه فين، حتى انا طالب القرب يعني زي ما احنا بنقول بالبلدي، وعايز أيوة. اخش البيت من بابه يعني تمام. فخلاص لا عجبتني تمام، والفكره اللي انا بدور عليها اللي هي انسانه عندها اخلاق مش بتكلم اي حد تمام. يعني انت حكمت على اخلاقها عشان حاولت تكلمها كتير وما ردتش؟ طب لو كانت ردت وتجاوبت معاك بعد كام محاولة كده، خلاص كنت هتصرف كنت نظر؟ هصرف نظر اكني ما فيش حاجه حصلت. فكر الرجل الشرقي كما يعني دي حقيقه، بنوصفه في الكتب. دي حقيقه، احنا بنتكلم وبنقول كل حاجه لكن طبعا في الجواز بنحاول ان احنا كل واحد دي ليه مواصفات خاصه. يعني انا يمكن لو كانت كلمتني او تجاوبت معايا من اول مره ممكن ما كانش هيبقى في ارتباط، ممكن انا بتكلم بصراحه اي فاهم قصدي. طب مش بيفترض هنا الرجل، يعني مش ضروري، مش بكلمك انت عموما، يعني ان ده ممكن يكون تمثيل؟ يعني انا مش بقول طبعا انت كنت بتمثلي برضه، انا بتكلم المبدأ. يعني ممكن قوي واحده ويكون بتمثل شويه بالظبط شويه بالظبط تقل بقى وشويه عشان بالظبط، وحصل معايا قبل كده كتير. لان بس هي الفتره ان الفكره ان هي خلاص ما فيش امل اي يعني، مره واثنين وثلاثه واربعه انت قعدت يعني سنه يعني خلاص يعني انا صعبت عليكي المفروض يعني خلاص بقى، ومحاولات كتير لدرجه حتى زملاتها، انا حسيت زملاتها اللي بيمشوا معاها قالوا لا كلميه بقى خلاص يعني كفايه. صعبت عليهم. صعبت عليهم جدا لدرجه واحده زميلتها انا فاكرها كلمت قالت لي بص هي يعني مش هتكلمك فما تتعبش نفسك وبتاع، وهي طبعها كده وباباها مربيها على كده ومش هتعرف طب تتكلم. عملت ايه بقى؟ طبعا زي ما قلت لحضرتك مشيت وراها راقبتها، عرفت هي فين تمام، عرفت مكانها بس، وخدت القرار بيني وبين نفسي، استخرت ربنا طبعا ما بعملش اي حاجه غير قبل ما بستخير ربنا. وقلت الانسانه دي حابب اللي انا ارتبط بيها يعني تمام. بس فبعت لها اختي اللي هي من سنها جس مبد زي ما احنا بنقول بالبلدي، اشوفها اذا كانت مرتبطه او هي مرتبطه عاطفيا او عندها قبول ولا لا او في لهذا الشخص قبول، يعني. في قبول ولا ما فيش قبول تمام. لقيت ايه بقى؟ والحمد لله تمام. واختي اتكلمت معاها ولقيت الحمد لله ان في ان في قبول، قبول وهي حتى كانت فاكره هو اللي بيلبس كذا تمام. بس انا مش هكلم حد. بتقولي كنت بتخافي لما تسمعيه بيتكلم؟ بتخافي لما تسمعيه بيتكلم في الشارع؟ كنت بعيط. ازاي يعني؟ اتربيت على كده ان كلام مع اولاد لا، اي ولد يكلم بنت في الشارع غلط عيب، كان اي حد يضايقني اروح اقول لبابا الله أي يرحمه حصل كذا 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 كذا. انت كنت في سنة كام وقتها؟ انا كنت ثالثه ثانوي. صغيرة، انتوا ارتبطتوا صغيرين بقى. لا بعد فترة يعني ارتبطنا بعد ارتبطت بعدها فترة، فترة. فبابايا بقى كان صعب قوي. اي فكنت اقول له مثلا حد ضايقني او كده كان ينزل معايا يشوف مين، فجيت عند محمد ما لساني اتروت ما قدرتش اقول مين بيضايقني، بس قلت لوالدتي خفتي بقى. على محمد بقى او قلقتي ان هو خفت ان الموضوع يكبر قوي وبابا ينهار بقى كده، فروحت قلت لماما، فقالت لي شكله ايه طيب وبيقف امتى ومش عارف ايه، فقلت لها، فكانت زميلتي بقى اللي هو بيقول عليها دي قالت لي يا طنط ده انسان محترم يعني وكده. فماما قالت لي لا امشي على جنبي وما تكلمهوش برضو زي ما انتي، ولو الموضوع زاد بقى كده هنتصرف، هنضطر نقول لبابا بقى. اي فكان بابا حس ان في حاجه بتحصل يعني في كلام كده وفي حاجه، لا ما فيش. فلحد ما جت بقى هدى اخته طلعت على طول بصراحه كلمت ماما وكده. والموضوع مشي. الارتباط حصل بعديها بقد هي ايه؟ ماما قالت لها طب استني، طب هنمهد لباباها، طب يعني هنقول لباباها ايه اصلا لسه يعني، طب ما اقدرش اقول لباباها ان هو كان بيعكسها والكلام ده ممكن يعني يحصل مشكله او كده. فقالت لها طب يا طنط انا هاجي له بكره، هي ما كملتش الكلام كان بابا جه بقى اي بس. فقالت له يا عمي وحكيت له ان انا اخويا عايز اتقدم لها وكده واداها ميعاد وجه ومشي الموضوع. طب ليه ماشي. الارتباط حصل بعديها بمدة بقى؟ لا هو لا بمدة مش كتير. الطبيعي يعني هو مش المده البعيده تمام. انا كان كل يهمني اللي انا اعرفها، اللي انا كنت شغال ساعتها في الصحافه، كنت في الجامعه بس كنت بشتغل في الصحافه جنب الجامعه تمام. عايز اعرفها برضو، كنت حتى كنت باخد المجلات اللي انا صورتي بتنزل فيها. عايز اعرفها ان انا محترم ومش بعاكس، مش بعاكس مش يعني مش فانكي يعني تمام. انا انا انسان ده محترم والله. انا بجد عايز ارتبط بيكي مش بهزر يعني اي تمام. الفكره وصلت لكل اصحابها الا هي
اي فعشان كده خدت القرار واصريت ان انا ارتبط بيها وربنا كرمني بيها يعني الحمد لله. الحمد لله ان حظكم انتوا الاثنين طلع حلو ببعض، ما اكتشفتوش عيوب بقى في الشخصيه بعد العشره؟ هو ما كانش عيب الارتباط الرسمي او جواز الصالونات ان احيانا ده بيحصل يعني. هو ما كانش صالونات برضو. عرفتوا بعض فتره برضو قبل الارتباط يعتبر؟ عرفتوا انا لا انا بعض. انا كنت صامت خالص. هي قعدنا كنت طرف صامت خالص. انا كانوا زمايلي اللي بيتكلموا وانا الطرف الصامت. قعدنا بقى الفتره اللي هي الطبيعيه قعدنا حوالي 3 سنين تقريبا مخطوبين. هي دي الفتره اللي اتعرفتوا بقى؟ اه بالظبط اتعرفنا. انا قلت لها انا عندي 1 2 3 وانا ظروفي كذا وكذا وكذا، انا كان عندي شقتي وكل حاجه وجاهزه وكل حاجه، بس انا مش هينفع يعني اتجوز دلوقتي. طب لازم تتخرج وتشتغل. بالظبط لازم اتخرج وابقى قد المسؤوليه واقدر اشتغل واصرف على بيتي، وبرده تكون انت اديتك فرصه ان انت تخلصي الجامعه بتاعتك وان شاء الله بعد كده نتقابل مع بعض. وكله بعد كده بقى بقينا نتكلم في كل حاجه وتعرفنا على بعض اكتر، وهي الحمد لله ذكيه جدا وفهمتني وما بتحاولش يعني تضايقني او كده. وخلصتي فعلا تعليمك رغم الارتباط وكله اصريتي. طب برافو عليكي. احنا بقى قلنا وعدنا المشاهدين ان احنا معانا موهبه صغيره همس. همس على فكره الصغيره دي بتمثل يعني، ومعانا كمان علي بقى النهارده معانا فنان بيغني وبيمثل في مسرحيات، شارك في تمثيل 3 مسرحيات يا علي مش كده؟ وانت في مركز الموهوبين في الاوبرا، تنميه المواهب. تنميه المواهب في الاوبرا. طيب ممكن نسمع منك ايه بقى تبدا بيه؟ أغنية حبيت بلدي. عايز تبدا بحبيت بلدي؟ طيب حبيت بلدي وعشان بلدي انا عايزك تكبر يا ولدي، واشوفك بتعمر فيها وبتزرع ورد في صحاريها، واشوفك بتعمر فيها وبتزرع ورد في صحاريها، وبتبني مصانع يا ولدي تبنيها وتسعد آليها. أنا عايزك تكبر في عينيا وتوفي الندر اللي عليا، أنا عايزك تكبر في عينيا وتوفي الندر اللي عليا، واشوفك يا ابني للمجد سابقني، واشوفك يا ابني للمجد سابقني، ومعك احرار عمال تبني وبعملك رافع راس بلدي، انا عايزك تكبر يا ولدي. برافو عليك يا علي. عشان يعني تكتشفي موهبه علي وتوديه مركز تنميه المواهب في الاوبرا، انا اللي اعرفه ان انت اللي اكتشفتي الموهبه مبدئيا مش كده؟ كان عنده كام سنه؟ هو بدا يغني اصلا من هو عنده 2 سنين، فانا قلت هو اكيد عنده الموهبه، ففضلنا وراه كتير. بدا يدندن كده يعني؟ لا ويقلد مثلا مطرب، حد من العيله عندنا مميز او كده كان يقعد يقلده، ففضلت وراه لحد ما بدا 4 سنين. رحت اقدم له قالوا لي لا صغير استني شويه. أيوة. فاستنيت اسبوعين. اسبوعين بس؟ اسبوعين ما قدرتش اصلا. لا يعني. بالظبط بالنسبه لي كبر اسبوعين. فروحت تاني ودكتوره ناديه عبد العزيز اختبرته وقالت لي لا ما شاء الله كويس، ومع التدريب يجي منه اكتر يعني، ورحبوا بيه في الكوره اللي معاهم. وبيمثل كمان. شارك في 3 مسرحيات انتاج خاص. 3 أو 4. طيب انت بقى يعني عشان تكتشف موهبه علي وعلشان تشتغلي مدرسه لمرحله اعدادي، مبدئيا شهره المدرسه انها تتعامل مع اطفال ومع طلبه يوميا مجهود كبير قوي وضغط عصبي كبير طبعا. بتقدري عادي انت توفقي بين كل ده؟ انا حابه شغلي جدا في التدريس بالذات. انا بحب التدريس رغم ان هو صعب جدا وصعب التعامل مع الولاد كمان اعدادي، يعني انا بدي ولاد اعدادي كمان مش بنات. وبتقدري ترجعي يبقى لسه عندك طاقه واعصاب مع الولاد، وولادك صغيرين يعني سن صعب قوي. لازم اذاكر له يخلص الهوم ورك بتاعه ونروح بروفات نيجي وهكذا ويستمر اليوم على كده. ايوه وتروحي معاه البروفات كمان يعني ده طبعًا. لسه عندك يوم تاني. ده حاجه تانية خالص بقى دي.
طيب انت بقى مع يعني دورك مع الولاد ايه بقى؟ يعني والله انا في لما دور ولا حسيت، انت مراقب كده وموجه من بعيد لبعيد؟ انا لما حسيت ان هو حابب الموضوع واقتنعت بيه تمام، بس المهم ما يبعدش عن الاساسيات اللي هي المذاكره بتاعته والصلاة والصلاه، ما يبعدش عن الصلاه والقرآن. والقران، يقرا القران دايما تمام. حاطين شرط يعني ان ده ده ما اساسي. يشغلوش عن الأساسيات، بالظبط مذاكرته بالظبط والدين والصلاة بالظبط، وقراءة القرآن. ودايما بفكره. لو قولي ما يا علي عايز تقول صليتش ايه؟ وقرأت قال لي مش هتروح البروفة. لو ايه؟ لو ما ذاكرتش ولا قرأت قرآن ولا صليت بيقول لي ما مش هتروح هناك تاني. فانت ملتزم، علشان انت المفروض تكون حابب تعمل كمان بالظبط تقرا القران بالظبط. وتصلي مش عشان انت هتتعاقب بس يعني. نعم. لا هو شاطر، هو ايوه شاطر وملتزم، ويعني هو كمان اللي بيفكرني دايما النهارده الجمعه عايزين يا بابا ننزل نصلي، هنصلي فين، في الجامع الكبير ولا هنصلي في الجامع الصغير؟ هو دايما بيحب، حتى يعني هو اللي لما بكون قاعد يوم جمعه بتصلي في اجازتي او حاجه لان انا بشتغل شيفتات، هو اللي بيطلب مني يلا بابا هننزل نصلي. انا اعرف ان علي شارك في حفلات رئيسية ومهمة في الاوبرا، حفلات كتير بتروح تحضر بعض الحفلات دي. انا حضرت له البروفا اللي هي بتاعه عيد الحب، بس ما قدرتش احضر الحفله كلها لان انا بشتغل في المطار، فنظام شغلي بيبقى نظام شيفتات تمام، فبس بستنى بصراحه بستنى الفرصه المناسبه ان انا اروح، سواء عرض مسرحي ليه او عرض في الاوبرا غناء وكده، وببقى انا اللي حابب اروح، يعني بجد انا بستمتع بيهم كلهم، اطفال ما شاء الله يعني حاجة مش تفرح عارف فعلا، بجد، كلهم يعني في الأوبرا بجد بجد مواهب. ويستاهلوا، يعني يستاهلوا يعني كل الخير، ويستاهلوا اكتر من كده بكتير، والناس اللي القائمين على الموضوع كمان الاستاذ عبد الوهاب والدكتوره ناديه عبد العزيز، الناس دي فعلا بتهتم بيهم وبيحاولوا يعني يعملوا كل حاجه ممكن تريحهم. الاهتمام بيهم من السن الصغير ده بيخلي عندنا مواهب فيما بعد، طبعا بيتم طبعا. رعايتها في السن المناسب فبتاخد حقها من الرعاية، بالظبط فبنلاقي عندنا مواهب كبيرة بالظبط في سن معين، بالظبط، بنلاقي مجموعة كبيرة من المواهب قدامنا بنربيهم يعني بنربيهم. احنا بالظبط. بنربيهم برضو بشرط ان هو ما يبعدش عن ربنا وما يبعدش عن مذاكرته وكده، الموضوع بالنسبة لي هيبقى كويس جدا، ومعاك يعني انا أي معاك في اي حاجة لا، بعملها. وعلي كمان طموحه مش بس ان هو يبقى مغني ومطرب، هو عنده طموح تاني في الوظيفة. قول يا علي ايه؟ نفسك تبقى ايه؟ قلت لي ظابط نفسك تبقى ظابط. جيش. ايوه، ف يعني الطموح موجود يعني، ده جانب ده. نرجع بقى للوظيفة بقى، حضرتك بتقول انك موظف في مطار القاهرة الدولي، طبيعة الوظيفة ايه؟ انا بشتغل يعتبر وظيفتين، في وظيفة عندي موظف كنترول، الوظيفة دي قايمة على شغل يعني هي مكملة ومتممة لشغل الموارد البشرية او الاتش ار، يعني بمعنى ان الاجازات المرضي الجداول التحضير جداول الموظفين جداول العمال كل حاجة مرتبطة بقرارات الإدارة وتعليماتها بننفذها من خلال القسم ده. ايوه. ده قسم، دي حاجة أنا شغال فيها. الحاجة التانية شغال حاجة اسمها باجج ريبورت سيرفيس أو BRS، دي حاجة مرتبطة بشغل الطيارات، بقوم من خلالها مع مجموعة من الزملاء، 4 موظفين تقريبا، احنا بنكمل بعض، الموظف اللي ماسك الطيارة على المهبط، وفي ده موظف ابتداء من الطيارة على المهبط بالظبط وهي بتهبط، بالظبط، احنا يعتبر اللي هو شغلنا الموظف اللي بيشاور كده بالظبط هو ده ده. اسمه موظف الرمب، واحنا كلنا شغلنا مرتبط ببعض، أي. هو طبعا بيوقف الطيارة بتاعته ساعة لما بتنزل وبيراقب حركة طب العمال انا عايز وحركة. اسال سؤال، يعني دايما اتفضلي. لما بشوف الموظف ده في الافلام وحتى في المطارات وكده، يعني هي الطيارة مش هتقف الا لو الموظف ده وقف وعمل الحركة دي؟ لا صعب يعني تدل على ايه يعني؟ صعب، هو بيعمل لها حاجة اسمها مارشلينج، عارفة حضرتك يعني زي مثلا عسكري المرور بتاعنا ايوه. تمام، هو لما بيشاور لي اقف لازم اقف تمام، هو قائد الطيارة مش هينفع يقف غير لما يشوف الموظف وبيوقفه، لان في حاجة اسمها شوكس بيوقف الطيارة عليه، لازم الطيارة لها ابعاد تمام، ما ينفعش تبعد عن الابعاد دي ايوه. لان في اكتر من طيارة في كذا ستاند بيقفوا مع بعض، فما فده ينفعش موظف دوره بالظبط مهم عشان جدا. يوقفه صح في مكانها الصح،
هي دي الفكره بتاعت طبعا، زائد ان هو عليه كل حمل تحميل الطياره ومراقبه العمال تحت الطياره وهم بيحملوا التحميل الصح، لان طبعا شغلانه مهمه جدا، يعتبر يعتبر اهم شغلانه الراجل اللي هو اللي واقف على المهبط طبعا، لان اي غلطه دي طياره مش حاجه بسيطه. انت قلت لي احنا اربعه بدانا بالمهبط وموظف الرام وموظف الرام بالظبط، وبعدين في موظف اللود كنترول اللي هو اللي بيستقبل التحميل سواء من بره او هو بيتم من خلاله من هنا، ومن خلاله احنا بنتكلم مع بعض عن طريق الجهاز او الهوكي توكي، تمام. هو بيكلمني بتعليمات معينه انا بنفذها من خلال العمال ومن خلالي انا شخصيا، وبنديله او بننفذ التعليمات بتاعتهم، تمام. وفي موظف ثالث معانا، الموظف الكاونتر اللي بيشيك حضرتك لما بتدخلي الصاله، بيشوف الباسبور، بيشوف لو في حد شهادات الجيش بتاعته مظبوطه او كده، بيشوف وزن الحاجه اللي معاه او الشنط اللي معاه مظبوطه ولا لا. ده كده الموظف ده الثالث. ده الثالث. مين الرابع بقى؟ الرابع بتاعهم المفروض ان انا اللي هو بقى اللي هو انا اللي هو البي ار اس. احنا كلنا بكده بنكمل. طيب ده كده اول مره انا اعرف بالتدريج كده، واعرف ان انتم مترابطين، واعرف انها العمليه التدريجيه بالزبط. وكل واحد ليه دوره الصغير مهما كان صغير بالزبط. دور مهم جدا طبعا، وكلكم بتكملوا بعض في صح. الاخر يعني صح. نقول ان انتم فريق عمل فعلا. هي تيم ورك، الموضوع كله قايم على فكره التيم ورك والوديه والشفافيه بينا والحب طبعا فوق كل ده، عشان نطلع شغلنا صح. كل واحد عايز يطلع شغله صح، وده بيكون من خلال حبنا لبعض ومن خلال الادارتنا، الاداره بتاعتنا برضو مش ناسيانا بصراحه، والناس كويسين معانا جدا. فاحنا ولازم التواصل بينكم يبقى موجود، لازم لو انت عندك ملاحظه على اي حاجه في شغل لفريقك انت لازم تقولها، ولازم تتقابلوا وتتكلموا. اصل احنا عندنا في مصر في مشكله في التواصل ده، يعني كل واحد بيبقى في جزيرة منعزلة يعني عن التاني، كل واحد مش بيهتم قوي بالتفاصيل، وخصوصا لو كانت التفاصيل دي ما تخصهوش، مش بنقف عندها، مش بنوجه بعض بالزبط. مش بنجتمع ببعض ونتكلم ونقول ملاحظات أول بأول. لا احنا بصراحة في شركتنا في دايما بيبقى في اجتماعات، لأن احنا شغلنا يعني يعتبر شغل حساس شوية، شغل الطيارات تمام، فبيبقى في اجتماعات دورية وبنقعد مع بعض وبنعرف بنلاقي نقطة نقدر نتواصل كلنا فيها عشان شغلنا يمشي مظبوط. فهي زي ما انت قلت دي شغلة مش اي شغلة روتينية، شغلة حساسة جدا، شغلة حساسة جدا، وخصوصا في الايام الاخيرة كمان. في الايام الاخيرة دي هنتكلم بقى على الايام الاخيرة والمشاكل اللي حصلت ورد فعلها وانت حاسس بيها ازاي في المطار. بس اسمحوا لي ادعوكم ان انتوا تطلعوا تشوفوا معانا تقرير عن نفس الموضوع اللي بنتكلم عنه، ونرجع نستكمل حديثنا مع أسرة الأستاذ محمد علي. أهمية العمل بروح الفريق، أولا احنا بنطبق نظم الإدارة، بنساعد على زيادة الإنتاج، بنساعد على معدل نمو الفرد نفسه داخل المنظومة وداخل المجتمع، بنطبق أهم نظم الإدارة زي ما قلنا لحضرتك اللي هو العمل كمجموعة فريق واحد. هو أكيد العمل بروح الفريق هيبقى أهم بكتير إن الواحد يشتغل لوحده، بس بتحصل بعض الحالات الفرديه ان انت تبص تلاقي ان كل الناس اللي معاك ان هم مثلا ممكن يكون مش بتوع شغل. كشغل كتيم ورك ده احسن طبعا وافضل، ان الشغل تيم ورك مع بعضه بيشجع بعضه، عكس ما يكون واحد انه بيمل او بيكسل او كده. الفريق يعني مجموعه، يعني عدد من الناس بيجتمعوا على راي واحد يقودهم فكره واحده. اهميه العمل بروح الفريق ان الفكره دي بتنفذ اسرع من ان انا انفذها لوحدي. والله بالنسبه لحكايه العمل بروح الفريق دي حاجه احنا بنفتقدها جدا، مش في الكوره بس، يعني في حاجات كتير في حياتنا العامه، بس هي دي لازم احنا نعملها، يعني عشان دي روح العمل دي هي اساس كل حاجه، ان الناس كلها تشتغل وكل واحد يشوف شغله، كل واحد لو شاف شغله يبقى كل الناس هتمشي صح والدوله هتبقى صح. بيكم مشاهدينا مرة تانية، بنستكمل حوارنا مع أسرة الأستاذ محمد علي ونيجي العلي.
الموهبة اللي معانا النهاردة، الموهبة اللي هي نمت نفسها وبتروح تحضر بروفات ومهتمة بدروسها، تحب تغني ايه تاني يا علي؟ حلوين من يومنا والله. حلوين من يومنا والله. طيب يا ريت، اغنية جميلة جدا وصعبة على فكرة، اسمعها منك اتفضل. حلوين من يومنا والله وقلوبنا كويسة، وبقدم أحلى فرحة ومعاها ميت مسا. حلوين من يومنا والله وقلوبنا كويسة، وبقدم أحلى فرحة ومعاها ميت مسا. يا ليل طول شوية عالصحبة الحلوة دي، دي عالصحبة الحلوة دي الغالي علينا غالي الغالي 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 علينا غالي، والعمر هيتنسى. حلوين من يومنا والله والله وقلوبنا كويسة. يا ليل بعت سلامي للناس الطيبة، فكرهم بالمحبة وبأيام الصبا. يا ليل يا ليل بعت سلامي للناس الطيبة، فكرهم بالمحبة وبأيام الصبا. وتكون أفراحي غنوة يجعل أيامنا حلوة، ونعيش الفرحة دايما بقلوبنا الطيبة. يا ليل طول شوية عالصحبة الحلوة دي. الله الله يا علي، جميل. تحس بإيه وانت بتسمعيه؟ وأعرف كمان هو بيقلدكوا تقريبا، وبيقلد بيقلد مين بقى؟ مين أكتر شخصية بيقلدها؟ مين يا علي؟ مين يا علي؟ مين أكتر واحد بتقلد بابا وماما و... ده حقيقي؟ بيقلد بابا في نظامه. طب ده يتقلد ازاي ده؟ وشيل أدوات ورقة وقلم. ورقة وقلم أيوة، أدواته مواعيده في ورقة وقلم. أيوة، ما حدش يجي جنب الحاجة دي، حاططها هنا ما حدش يجي جنبها. طب حلو قوي. لا محمد وبتقلد ماما في ايه؟ طيب يا علي اكتب الواجب. يا علي اكتب الواجب، بس قولها امشي امشي اكتب الواجب. طب والله يعني اللي كويس، اللي بيتعمل فيه بيحاول يعمله. وهمس تقلد بابا في علي. انا همس شفت لها مشهد تمثيلي مع علي يعني بين الكواليس قبل ما نسجل. بتقلدكم كلكم بقى. همس الصغيره دي بتمثل حلو قوي. طيب نقول ان التعليم والمدرسه والتعامل مع طلبه في سن في الاعدادي يعني سن صعب قوي، سن مراهقه. يعني بتتبعي اسلوب ايه معاهم؟ التفاهم، الصحوبيه؟ يعني كان في فيديوهات منتشره مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي، قد ايه المدرسه بتعمل او المدرس بيعمل علاقه خاصه، علاقه قريبه جدا مع الطلبه، وعن طريقها بيقدر ان هو يسيطر بالزبط. وعن طريقها بيقدر ان هو يكون مؤثر ويوصلهم المعلومات بطريقه ابسط كتير قوي ويحببهم في الماده بالتالي. هو مبدئيا كده سن اعدادي دوت اللي هو خلاص انا راجل، لان انا بدي اولاد. فاللي هو انا راجل فانا لازم احترمهم. أيه. احترمتهم احترموني، تعاملت معاهم بادب وفي بينا صداقه، يعني بغض النظر بقى عن الماده التعليميه بتاعتنا. بس ممكن ولد يجي يشتكي لي مثلا من حد قريب منه او مشكله خاصه بيه او كده، في صداقه. فالوقت الجد لما اقول خلاص انا هزعل خلاص. حابين مس اسماء بنحبها فبنحترمها. يعني عن طريق الحب وصلت انه انت تبقي مؤثره فيهم ويسمعوا كلامك. بالظبط، ولازم احترمهم قبل اي حاجه. يعني لازم احترمهم واحترم رجوليتهم بقى في السن ده وشخصيتهم. ده في سن المراهقه مهم قوي. بالظبط. اعدادي خصوصا لو بتتعاملي كمان مع اولاد زي ما انا بتعامل مع اولاد. طيب نرجع للمطار، وكنا بنقول ان كان في مشاكل حصلت ومعروفه للكل، والطياره الروسيه وده اثر على السياحه. رد فعلكم في المطار ايه؟ ايه ردود الافعال السلبيه اللي حصلت
والإيجابية طبعا من حفاظ بقى على الأمن ومن رقابة مشددة، إيه اللي بيحصل على أرض المطار وفي المطار من الداخل؟ هو طبعا بعد الحادثة بتاعت الطيارة الروسية انخفضت رحلات بطريقة كبيرة جدا بشكل ملحوظ، وشغلنا قل كتير يعني، وخصوصا في المناطق اللي هي شرم والغردقة، المناطق اللي هي السياحية المعروفة تمام. ولكن في حاجة الوزارة الطيران وسلطة الطيران بصراحة ما تتوناش لحظة، تقريبا بشبه يوميا بتبعت تقارير وتستقبل لجان من بره من دول مختلفة سواء روسيا أو فرنسا أو كذا أو كذا، وبتستضيف اللجان دي هنا عشان يطمنوا من الحالة الأمنية تمام. وهي فعلا الحالة الأمنية ده مش مجرد كلام، هي الحالة الأمنية عندنا فعلا مستقرة جدا جدا جدا. حضرتك اطمنوا، انت بتقولي بتبعت لجان، طبعا الناس كلها تطمن، لان احنا بمجرد حضرتك دخولك من بره من المطار هتلاقي اكتر من 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 اكتر من كمين تمام. ده طبعا ده حاجه كويسه، بنشوف كلنا الكمائن اللي موجوده فعلا من الخارج في المطار، والتفتيش طبعا واحنا على باب المطار، واهم حاجه استخدام التقنيات الحديثه بالظبط. كل ده موجود عندنا، وكمان كله يعتبر زودنا كمان حاجات كتيرة زي الاكس راي، اللي يعني دلوقتي الشنطة كانت زمان مثلا ممكن تكون بتمر بمرحلة تفتيش واحدة او مرحلتين، دلوقتي بتمر باكتر من مرحلة، حوالي مثلا 5 مراحل او يمكن اكتر كمان، سواء في الصالة او على دخول الاكس راي اللي داخل يشيك الشنط بتاعته، وفي على السيور تمام، وفي عندنا تحت الطيارة، وفي طبعا معانا في كل طيارة فرد امن، امين الشرطه بيبقى معانا موجود. على بالنسبه لافراد الامن وبالنسبه ان انت تعاملك او الجزء الاول من وظيفتك اللي كنت بتوصفه لي هو اتش ار او تعامل مع الموظفين، مهم قوي عندنا اختيار الموظف وخضوع لاختبارات كتير في موقع حساس زي ده، لان مشاكل كتير ممكن تحدث نتيجه خطا فردي بالزبط. والرقابه مهمه جدا بالظبط، ورقابتك انت كمان كمسؤول عن العاملين في الداخل بالظبط. هو القسم إن انت تبقى بتاعنا يعني القسم بتاعنا من المهام بتاعته اللي بيقوم بيها برضو او من ضمنها اللي هي الرقابه على الاشخاص، يعني مثلا بالنسبه اللبس بتاعه، كل دي طبعا الاداره بتاعتنا بيبقى في كتيبات بتوزعها بصفه دوريه، شكل الموظف المفروض يبقى عامل ازاي، لان في جيست وفي ناس وفي اجانب وفي وفي وفي، فطبعا بتبعت لنا كل الدوريات دي عشان نقراها وبنوزعها من خلالنا، واحنا بنراقب على الستاندرد او زي ما احنا بنقول المفروض يبقى شكل الموظف عامل ازاي وشكل العامل عامل ازاي، التعامل اهم من الشكل، والتعامل بتاعه يعني الشكل عامل مهم ازاي. طبعا الشركه بتاعتنا بتديهم وبتدينا كلنا كورسات محترمه جدا، وازاي في كل حاجه في التنميه البشريه، وفي ازاي نقدر نعمل مع الراكب، ازاي اقدم له خدمه، ازاي نعمل بعض، وازاي نعمل بعض، وازاي نكلم بعض. بصراحه يعني هم يعني مش مقصرين في حقنا، واحنا بالتالي بنكون مش مقصرين في حقهم، وبنحاول نطلع كل اللي عندنا وبندي احسن حاجه. ايوه بس. وبخصوص الحاله الامنيه طبعا الدنيا الحمد لله رب العالمين احسن من الاول بكتير ومستقره، يعني وكل من خلال بقى موظف جوه المطار الدنيا فعلا نقول احسن من الاول بكتير طبعًا يعني طبعًا. ولا ده كده؟ لا 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 الحمد لله رب العالمين كل التقارير تقريبا جت بصفه ايجابيه من اللجان اللي بتيجي، ولسه يعني اللجان جت وفي اللي لسه بتيجي، كلها جت بصوره ايجابيه والحمد لله، دي حاجه كويسه لينا جدا. ولفوا تقريبا على كل المطارات المهمه اللي عندنا، والحمد لله وربنا يسهل ان شاء الله، بنامل في الايام الجايه ان عدد الطيارات والرحلات بتاعتنا تزيد زي الاول في المناطق اللي هي الخاصه بالسياحه زي شرم والغردقه والاماكن. يعني انت لو بتقول ان في لجان بتيجي بصفه منتظمه والنتائج بتاعتها والتقارير بتاعتها ايجابيه، اللي بتشوفه ايجابي وبتبعت بكده، يبقى في امل طبعًا الازمه تنفرج طبعًا قريب طبعًا ان شاء الله ان ده نتمنى. طب السياحه الداخليه هل يعني فعلا نشيطه دلوقتي؟ هو طبعا لما انت ملاحظ ايه؟ انا شايف ان هي دلوقتي احنا لما حصل اللي حصل ده طبعا هياخد وقت لغايه ما الموضوع يرجع تاني زي الاول.
واضح ان السياحة الداخلية مش بتعوض كمان الرحلات الخارجية اللي كانت بتجيلنا. مش بتعوض بس تعوض. الوزارة برضو مع شركات السياحة الخاصة بتقوم بدورها وبتعمل وبترخص الاسعار، سواء الاسعار بتاعت التيكت بتاعت الطيارات، وش في شركات خاصة كمان بتقوم بتخفيض الاسعار ديت للتذاكر الطيران، وبالاتفاق طبعا مع الشركات والفنادق اللي موجودة في المناطق السياحية ان هم يبقى في ديل بينهم ان هم يشجعوا للناس ان هي تروح الاماكن دي عشان تعوض الجزء اللي احنا فقدناه في حادث الطيارة الروسية. وده الحمد لله وشغال، وفي ناس كتير بتروح، وفي في اجازه في الاجازات بيروحوا، وفي الويك اند بيروحوا. والحمد لله عندنا التفكير ده بقى عندنا، وبقى عندنا الثقافه دي طبعا ان احنا نحاول ان احنا نروح في مناطق داخليه ولادنا ما شافوهاش، ننمي عندهم الانتماء، نحببهم في البلد، وبتبقى ممتعه جدا لينا احنا بالظبط. بالظبط في اماكن كتير احنا ما بنشوفهاش من بس طبعا من خلال بقى الاتفاقات اللي بتحصل دي بتشجعنا اكتر اللي احنا نروح. وبعدين الحمد لله احنا المصريين عموما يعني احنا الحمد لله رب العالمين مش بنقع، يعني احنا ممكن لكل الجواد كبوه يعني، بس بنستجمع نفسنا وبنقوم تاني واقوى من الاول ان شاء الله. يعني ان شاء الله. اسمحوا لي اقدم لكم تقرير دلوقتي تشاهدوه وساده المشاهدين ايضا، وارجع استكمل حوارنا معاكم. والله يا أهمية السياحة الداخلية المفروض لو كان في عجز السياح ولا الكلام ده كله، المفروض لو كل واحد يجيب أسرته ولا حاجة كده، بدل ما يروح ملاهي يروح الكلام ده كله، يعرف تاريخ بلده ويعرف آثار مصر ويعرف الكلام ده كله ويعرفهم لأولاده والكلام ده كله. يعني ما تفتح أماكن كتيرة وأماكن عامة كتير، هيبقى يتوفر أماكن كتير دايما يشغلوا فيها الشباب، ويبقى فيه فرص كتيرة للعمل، ويبقى فيه دايما حاجات برضو للسياحة أفضل. ما انا هوديهم مكان سياحي اوكي مفيش مشاكل، بس لازم يكون المكان ده موفر لي وموفر لاولادي المعلومه الكويسه، من ناحيه يعني يكون مرشد مميز في بروجرام كويس، ان انا اخش مثلا يقول لي ده القسم كذا او ده كذا، بحيث ان انا استفيد والاولاد يستفيدوا وانا عندي المعلومه، فهم برضو محتاجين يسمعوا من حد تاني بشكل افضل بشكل احسن. عندنا قطاع كبير، يعني مصر تعدادها 92 مليون، هنقولوا الموجودين على الساحه 30 مليون ما بين عمال وموظفين وطلبة وطلبة جامعات. لو المسؤولين على التنمية السياحية نجدوا الشركات ونجدوا القطاع الحكومي ونجدوا اتحاد طلاب المدارس الثانوية على مستوى الدولة واتحاد الجامعات، لا يقل عن 50% ما يعادل 12-15 مليون هتطلع الرحلات دي. لازم كلنا نساعد في البلد زي المتحف المصري، الناس تفسح عيالها فيه وكمان يعرفوا تاريخ بلدهم كويس، عشان حتى بعد كده يكون احنا كمان فخورين ببلدنا واحسن في احسن حال. اهلا بكم مشاهدينا مره تانية، بنستكمل حديثنا. قبل ما نستكمل حديثنا عن التدريس والتعليم والمطار والسياحه، عايز اروح لعلي مره تانية واسمع حاجه من علي. ممكن يا علي؟ ماشي اتفضل. يا مالك الملكوت انا لسه بتعلم وبشوف بلاد بتموت وقلوب بتتألم، يا مالك الملكوت أنا لسه بتعلم وبشوف بلاد بتموت وقلوب بتتألم، يا رب يا رحمن يا واهب الأوطان أحميني من توهان وحياة بلا عنوان، خايف على بلادي على نيلي على هرمي على شنطتي وقلمي على علبة الألوان، عايز أعيش فيها
أكبر وأحميها وتعيش يا بلادي أمراية الأوطان، أمراية الأوطان، أمراية الأوطان، أمراية الأوطان. برافو يا علي. مين بيشجعك بقى؟ حد من المدرسين؟ مين اللي بيشجع علي دايما غير ماما وبابا؟ أكيد في مدرسين، أكيد في مدربين. مين؟ المدرسين مس هدير ومس ولاء، هما دول اللي بيشجعوك دايما. كل قصه المدرسات عنده في المدرسه، مس هدير، مس مياده، مس بسمه، عشان ما انساش حد، بس كلهم بصراحه بيحبوا جدا موهبه علي. وفي البريك بقى يلا علي غني لنا في حفله حقيقي، بيشجعوه ويخلوه يغني قدام زمايله. انت بتعملي كده بقى مع الطلبه اللي انت بتدرسيها؟ اي طالب عندي بتقفي عند الموهبه في التفكير ده؟ اي ولد بيبقى عنده موهبه بفتكر علي على طول فتشجعيه. زي ما انا حابه ان الغير يشجع ابني فبحب ان انا اشجعهم قوي. طيب نرجع بقى للمطار وللسياحه ونقول انت يعني متوقع ان يبقى في انفراج قريب؟ في بشائر بتقول ان انت في شواهد قدامك بتقول كده؟ طبعا ان شاء الله الامل في ربنا كبير، واحنا بنامل ان شاء الله في اقرب فرصه ان ربنا يكرمنا وترجع تاني السياحه، لان في ناس كتير جدا الفتره اللي فاتت دارت منها، شركات كتير وافراد يعني وشركات خاصه وفنادق. فلكن اليومين دول ان شاء الله واضح من خلال برضو التقارير واللجان اللي بتقول ان احنا الحاله عندنا مستقره، ان في ان شاء الله انفراجه كبيره، وان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله. يعني إن شاء متوقع انفراجه كبيره في السياحه ان شاء الله. نتمنى كده. وانا عارف ان انتوا كنتوا في شرم الشيخ مش كده؟ كنتوا؟ انا قعدت فتره، قعدت 4 سنين انا والاسره في شرم الشيخ، وبعد كده طلبت نقلي للقاهره. كان في المطار برضو؟ كنت برضو في موظف في المطار هناك. والحياه طبعا اكيد كانت مختلفه يعني في شرم الشيخ. الحمد لله يعني كان قرار، بس هو كان يعني كنت واخده لظروف شخصيه عندي او ظروف عائليه في البيت، غير كده انا ما كنتش افكر بصراحه يعني انقل. واللي اعرفه ان انت يعني صحفي كمان، كنت فتره من الفترات. بالظبط، قعدت فتره، قعدت حوالي 8 سنين في الصحافه، اشتغلت في اكتر من مجله. واشتغلت في الاعداد. اعداد؟ اشتغلت في الاعداد في برامج معينه اشتغلت فيها. طب ده مجال اي حد بيحب لما يدخل فيه هو يستمر وينجح فيه، سبته ليه؟ هو عايز بال طويل شويه. ايوه. ويمكن برضو بصراحه حكايه اللي هي برضو ايه التعيينات والكلام ده كله كان صعب كان جدا. كان في مشكله في التعيين؟ كان في كان صعب بالنسبه لي وبالنسبه لزملاتي برضو. ف يعني زي ما بنقول يعني هو لقيت فرصتك في المطار اكتر يعني. كنت مقدم في المطار وربنا كرمني وناس كتير وقفت جنبي وساعدوني وربنا كرمني واشتغلت موظف يعني. افادك في حاجه ان انت اشتغلت كصحفي والاعداد يعني افادك في تكوين الشخصيه، افادك في عملك بعد كده في المطار؟ طبعا طبعا، ده لوحده بعتبره ان هو احنا خدنا كورسات كتير كله طبعا نظري والكلام ده عندي اهم كورس خدته في حياتي، اتعاملت مع الناس مباشره لان انا كنت شغال في التحقيقات، فتعاملت مع ناس كتير ولفيت كتير وتعبت كتير جدا، 8 سنين قعدت 8 سنين، فطبعا كان افضل كورس خدته في حياتي كورس فعلي. والحمد لله يعني تكوين تقريبا تكوين شخصيتي او نص شخصيتي من الشغل في الصحافه اكيد. طيب بالنسبه لك بقى في المدرسه، المفروض انت مدارس خاصه مش كده؟ في مشكله برضه الدروس الخصوصيه و في اكيد. انت بتدي علي درس؟ لا. انت بتذاكري له؟ اولا هو ما عندوش وقت لدروس، ثانيا انا يمكن مدرسه كمان صغير لسه. لا هو في ولاد صغيره بتاخد بس لا ان شاء الله مش ناويه اصلا، رافضه الموضوع اساسا. طب انت شخصيا بقى لو اتعرض عليكي ان تدي دروس هترفضي؟ لا مش برفض غير لما بيكون الولد اللي قدامي والبنت فعلا محتاجين درس. طيب نرجع لعلي تاني، وانا عارفه يا علي ان انت بتغني اغنيه قوم يا مصري حلو، ممكن نسمعها؟ اتفضل.
قوم يا مصر، مصر دايما بتناديك، خد بنصري، مصر دي واجب عليك. يوم ما سعدي راح حضر قدام عينيك عدل مجدي اللي ضيعته بإيديك. شوف جدودك في قبورهم ليل نهار، من وجودك كل عظمة بتستجاب. صون أثارك ياللي دنست الأثار، دول فاتولك مادي وانت في الطار. شفت أي بلاد يا مصري في الجمال، تيجي زي بلادك اللي تربها مال. نيلة جاي السعد منه حلال زلال، كل حي فوز برزقه عالشعال. يوم مبارك تم لك في الصعود، حب جارك قبل ما تحب الوجود. ايه نصارى ومسلمين قال ايه ويهود، العبارة نسل واحد من جدود. العبارة نسل واحد من جدود، العبارة نسل واحد من جدود. برافو يا علي. بيعملوا معاك في الاوبرا ايه بقى يا علي؟ انت بتبقى معاك طبعا اطفال في سنك كتير. كورال، كلكم كورال؟ طبعا مفيش سولو لسه، يعني ما بتغنيش لوحدك على ال... لا لسه. لسه. وبتلاقي تشجيع بقى في الاوبرا وفي مدرسين، في مدربين بيدربوك؟ انا بشكر في دكتور نادي عبد العزيز واستاذ عبد الوهاب السيد، هما دول اللي بيدربوك. طب انت مثلت كمان في مسرحيات، ايه الشخصيه اللي انت عملتها او الشخصيات اللي انت عملتها في المسرحيات؟ ايه؟ مخرج؟ مخرج عصبي قوي وبطل المسرحيه برضو. وخد دور الفرقه اللي هي ومخرج حزفويس. ماما حافظه وانت ناسي. ماما حافظه اكتر منك. حزفويس طالع برقص وكده، وبرضو في مسرحيه تانية طالع فيها مخرج. ايوه. انت هو ورث بقى الحاجات دي، يعني المفروض يا الام يا الاب يا الجد، ده غنى وتمثيل. بابا الله يرحمه كان بيحب الغنى قوي. ايوه كان غاوي يعني. انت مش بتغني؟ حاسه ان فيكي. ايوه انا حسيت ان في هنا موهبه يعني معينه يعني. احنا عيله فنيه. قولي كده يعني. يعني هو طبعا انت خايفه تقولي انا بغني عشان ما اقولش سماعينا يعني. تم زي الفنانين بقى، انا عندي ايوه عندي مشكله في صوتي معينه وعندي برد وكده يعني. ايوه يعني احنا بنحب الغنى والتمثيل. انت وولد حضرتك انا عامله اعلان وانا صغيره اصلا. يا انت بطلت اعلانات كنت وانا صغننه. هي في سن كان انا اصغر منه كمان. كانت باباها كان بيقول لي ليه عملت اعلان للبن تقريبا. عايزه اعرف لما بتجتمعوا مع بعض بتتفرجوا على ايه؟ ايه اللي بيستهويك وبيستهواكوا يعني؟ فيلم عربي؟ هو لو في حفله هو اللي بيظبط لنا الموضوع. لو في حفله انا بعمل لهم جو كده كل يعني كل يومين ثلاثه بنظبط. عايزين يا جماعه النهارده مثلا هنجيب كذا، هنقعد هنتفرج على ايه؟ اكل بقى معين؟ اكل معين. في البيت هو بيحب القعده دي، بيقول لي انا بحب القعده بتاعتك يا بابي. تمام. النهارده هات لنا مثلا تستمتع. هو بيحب تستمتع بالقعده دي. عايزين بقى نقعد النهارده ونتفرج على فيلم مش عارف ايه، هتولنا بقى من على اليوتيوب وكده، نقعد بقى القعده دي كل يومين ثلاثه كل ما نبقى فاضيين. كل لما كلكم تقدروا تجتمعوا وتبقوا فاضيين. هو بيحب كده وانا حابب اللي هو حابب الموضوع. طب بتحب تقول لبابا بقى جيب لي شغل فيلم ايه، اجنبي ولا عربي ولا فيلم ابيض واسود، ايه اللي بتحبه؟ لا افلام عربي. افلام عربي. مين بطوله مين فنانة اللي تحب تتفرج عليه؟ تامر حسني ونيلي كريم. تامر حسني ونيلي كريم. بيعشق تامر حسني. بيحب تامر حسني.
انا عارفه ان انت بتمثلي بس ما خدتيش فرصتك النهارده. هي متوتره شويه. ايوه بشكركم وبشكر مشاهدينا على متابعتهم لينا. الى اللقاء ان شاء الله في نفس ميعادنا الاسبوع القادم وحلقه جديده من بيت العيله. شكرا والى اللقاء.